للستة متاع العشية، ودائما لقيت دائما نحكي أو نختار ونحكي في مختلف المواضيع الثقافية تسويت في تور دو تابل. تور دو تابل مقير تور دو تابل نحكيو على مختلف الأنشطة الثقافية والورشات اللي تنظمها وتقدمها مدينة العلوم بتونس العاصمة. نحكيو على البروغرام القادم والأنشطة القادم القادمة في قادم الأيام إن شاء الله. معنا بأكثر تفاصيل السيد حسين طهري المكلف بالإعلام بمدينة العلوم بتونس. مرحبا بك سي حسين. تحية ليك مدام نور والناس الكل اللي يسمعوا في الحياة أفان. مشكور جدا سيدك على قبول الدعوة. هي فرصة لمحالة باش نحكيو على مختلف أو شنو باش يكون يتخلل برنامج مدينة العلوم لقادم الأيام إن شاء الله. أنا سي حسين قدامي لمحالة البروغرام فيه العديد من الأنشطة اللي تهم العديد من الأشخاص. ألوغ خلي لك أنت هكا الكلمة باش نحكيو عليه بأكثر تفاصيل. نعم شكرا لك مدام نور. باش نعطي كل التفاصيل على البرمجة تاع العطلة وأيضا الأنشطة اللي موجودة في شهر فيبري، لكن حبيت نقول حاجة أنه النسق التصاعدي متاع الأنشطة في مدينة العلوم والحركية في مدينة العلوم منذ حوالي سنتين تقريبا نعمل كخلية نحل في المدينة، لكن الملفت للانتباه أنه البداية بداية 2023 كانت قوية برشا واستقبلنا أعداد كبيرة من الزوار والجمهور تاع مدينة العلوم. الإقبال أيضا كان على الأنشطة اللي نظموها شركائنا في مركز المؤتمرات، وشكر كبير لكل الهيكل والمؤسسات والوزارات والجمعيات اللي اختارت مدينة العلوم خلال شهر جانفي أنها تنظم الأنشطة متاحة. فهذا مؤشر على أنه المدينة أصبحت القبلة والوجهة المفضلة لبرشا ناس مهتمين بالعلوم والتكنولوجيا. بالنسبة لبرنامج العطلة يبدأ نهار الأربعاء ويتواصل حتى للنهار الأحد. الحجوزات وطلبات الزيارات المؤثرة فرح برشا برشا. تقريبا إذا الرقم اللي ريته معناتها يوميا سنستقبل حوالي 1000 زائر خلال الأيامات هذوما. برنامج العطلة باش تجينا زيارات من مختلف جهات الجمهورية، طبعا زيارات تكون لمقرنا بالعاصمة وكذلك فرعنا في تطاوين واللي إن شاء الله سيليه زوز فروع على قريب، فرع في قبلي وفرع في القاسرين على قريب إن شاء الله. وكيف فرع تطاوين باش يستقبل أعداد كبيرة. قلت أنه من الأربعاء للنهار الأحد فما 38 ورشة علمية مانيش باش نقدمها الكل، هي موجودة. يكفي نقرأ على صفحة المدينة على الفيسبوك أو على الموقع حتى نطلع عليها. مقسمينها حسب المستويات العمرية للإعدادي للابتدائي وللثانوي وكذلك لعموم الزوار. مهم جدا أنه الأولياء اللي يسمعوا فينا توا إذا عندهم الإمكانية أنهم يبرمجوا أنهم يعملوا زيارة بحذانا ويخليوا أبنائهم، وهنا نركز على هذه النقطة، خليوا هما ينظموا الزيارة متاعهم على طريقتهم، يختار ورشة سواء كان في علم الفلك أو في علوم الحياة والإنسان أو في الفيزياء والكيمياء في مختلف فضاءات مدينة العلوم. يخليوا النهار اللي باش يجوا فيه مدينة العلوم نهارهم هما بيدهم. خلال البرمجة تاع العطلة باش نتلو تجربة جديدة مدام نور اللي هي زيارة حديقة النباتات. الزيارة هذه باش تكون كل نهار جمعة من مع ماضي ساعتين ونص. المنبت الغابي اللي مربوط بمدينة العلوم بالجسر الأحمر اللي يشق سكة المترو الخفيف، وإحنا نسميه جسر المعرفة. خلال ساعة من الزمن مع المؤطرين العلميين زوار المدينة باش يستكشفوا المكونات متاع المنبت الغابي اللي فيه أشجار ونباتات مترجع إلى أكثر من 100 سنة. فما مخزون مهم جدا أنه زوار المدينة يتعرفوا عليه. نهار السبت 11 فيفري الموعد باش يكون مع النسخة الخامسة من تظاهرة كبيرة اللي هي تظاهرة المرأة والفتاة في مجال العلوم. ومن خلال التظاهرة هذه نتعرفوا على نجاحات سيدات وباحثات تونسيات في المجال العلمي والتكنولوجي. الموعد إن شاء الله يكون نهار 17 فيفري مع زوز
أنشطة مهمة. النشاط الأولاني مهمة في مختصة في المركبات الفضائية هي ناجين كوكس بجينا من الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا من وكالة الأبحاث الفضائية نازا. المهندسة هذه مختصة في المركبات الفضائية، خدمت على رحلات مع توجهت إلى المريخ بصفة خاصة. باش نتعرف على تجربتها ومن خلال التواصل معها في تقديرنا انه باش تكون فرصة انه الشباب اللي باش يكون حاضر معنا انه يتعرف اكثر فاكثر على علم الفضاء، ولما لا يكون التوجه انه يمشي الى هذا المجال طبعا. وهذا اللقاء باش يكون منقول مباشرة عبر صفحة مدينة العلوم على الفيسبوك. في نفس اليوم عنا لقاء مقهى علمي حول التربية الإيجابية للأبناء. الموعد باش يكون مع علم الفلك والريادة لمدينة العلوم في مجال علم الفضاء علم الفلك. عنا دورة تكوينية للأساتذة والأسرة التربوية بصفة عامة في علم الفلك من 22 إلى 24. ويوم 24 عنا محاضرة حول البيو إنرجي. ونختم أهم الأنشطة اللي تنظمها المدينة خلال شهر فبري بتظاهرة حول الطائرات المسيرة لدران، الطائرات المسيرة اللي عندها بعد تثقيفي وتعليمي. فما في خلال هذه التظاهرة بيكون 25 فما تشالنج، فما ورشات للأطفال، فما محاضرات حول تكنولوجيا تصميم الطائرات المسيرة. هذا بالإضافة إلى هذا الكل فما على مدار الأسبوع سلسلة من الورشات العلمية، وهذا حتى نتيح المجال الأكبر عدد ممكن من الأساتذة أو المعلمين أنهم يستحبوا تلامذة نتاعهم خلال الأسبوع ويزوروا بهم مدينة العلوم، ويبقى لل أولياء أنهم يجيبوا أبنائهم بحذانا خلال عطلة نهاية الأسبوع. يعطيك صحة سي حسين، الحقيقة عطيتنا فكرة شاملة وكاملة على شنية تنجم تكون مختلفة الأنشطة. بيان سور برشا ناس ينجموا يكونوا انتريسي، وبوكو با تكون العطلة هكا يعني فرصة أنه الصغيرات وبرشا من الناس مش حتى كان الصغار والكبار باش يمشيوا يتعرفوا على مختلف الـ الأنشطة اللي تقدمها مدينة العلوم. مشكور مرة أخرى سي حسين طاهري المكلف بالإعلام بمدينة العلوم بتونس. الحقيقة يا جماعة بالحق فرصة مزينة برشا برشا، كنت نسمع في بروغرام حلو برشا برشا. ديجا أنا هاو قدام البروغرام فما باش يكون فما ورشات على مراحل القمر، هذا بالنسبة للابتدائي. يعني باش تكون فما حاجات فيزيوال، باش تكون حاجات هكا ينجموا يراوها. فما الهواء والماء، علم الفلك، الرياضيات، الطاقة المتجددة، طبقة الأوزون، هذوما كل راهم ورشات. مخاطر التدخين، الذبذبات، الفضاء وعالم الفضاء. فما حاجات محليهم برشا برشا. تتفكر روحك مشيت لمدينة العلوم وقت اللي كنت صغيرة؟ مشيت ونزيل مشيت حتى أنا. تفكر كانت رحلة منظمة ومشينا وقتها احنا صغار. والله به اللي قاعد يصير وحاجة نستغلوا العطلة للصغار باش يعملوا فيها حاجة مفيدة، والله حاجة بيها برشا صح. وخاصة التنوع بيه والانفتاح بيه، أنه صغار يخرجوا من الروتين متاع القراية متاع الكراسة والقلم صح متاع التليفون، هار كل دراسة وغاتش التليفون، يمشي يشوف حاجة جديدة. معناها مدينة العلوم فيها برشا حاجات صح، الفضاء وعلم الفلك وبرشا حاجات صح. كل ما تشوف اليوم معناها تقريبا برشا ورشات، معناها الصغير كي يدخل الغادي هو باش يختار الورشه اللي يحب عليها، معناها هو حسب الرغبه نتاعو. معناها يتولد هنا برشا حتى الغرام راهو هنا بين عند الصغير صحيح صحيح. نجم من خلال المشي هذه تعرف الصغير شنو وين ينجم يتوجه فاش مغروم، خاطر وحده باش يمشي طول 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 باش يختار الحاجه اللي يحس روحه يلقى روحه فيها بالضبط. اما الحاجه اللي متنقله والضحك باش يوريوهم كيفاش يستعملوا الدرون ويصنعوا الدرون في دوله كنت حد يصنع في درون تحطه في الحبس. والله هذه الحقيقه يعطيك صحه على الملاحظه الذكيه. مالوغوزمون سي كوم سا، حتى لين نلقاو ما يخالف ذلك. يعطيك صحه امير، وهذه كانت التور دو تابل. تور دو تابل، تور دو تابل. مازلنا متواصلين معكم اكيد بمختلف الفقرات. توت سويت مكملين بالموسيقى.